مبهر شهدته الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، انطلقت بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع من يونيو الجاري. كلمة الافتتاح للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تضمنت الترحيب برئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجمباز على أرض مصر، أرض السلام ومهد الحضارات، ناقلا للجميع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة والحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حريصة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تضمن نجاح البطولة بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية. مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وأنها تظل دائما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب، وتعمل على نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب. نجاح مصر في استضافة الأحداث المختلفة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا يثبت يوما بعد يوم قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة مختلف المحافل الدولية بأعلى مستوى. وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية. كأس العالم للجمباز الفني يشارك فيه أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، ويحظى باهتمام كبير من الاتحاد الدولي للعبة، خاصة وأن البطولة تقام للمرة الأولى في القارة الإفريقية، وتم اختيار مصر لقدرتها الكبيرة على استقبال الأحداث العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية. أو دول الكلمتين اللي كنت بقولهم لحضراتكم في مقدمة حلقة النهاردة، فكرة أن مصر مستمرة في إبهار العالم باستضافة وتنظيم العديد من البطولات القارية والدولية. أول مرة على الإطلاق بنلاقي أن دولة إفريقية هي اللي هتستضيف كأس العالم للجمباز الفني، والحمد لله رب العالمين الدولة دي هي مصر. هنعرف تفاصيل كتير وهنتعرف على أهمية هذا الحدث العالمي مع دكتورة فاتن البطل، وهي عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز المصري. دكتورة فاتن، صباح الفل على حضرتك، منورانا. أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. أولا بداية كلام كده، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وعايز استأذن حضرتك نبتدي معاكي بمرحلة ما قبل انطلاق البطولة، المرحلة اللي كان يعني تم من خلالها التقدم بملف التنظيم، وبرضو عايزين نعرف منك بناء على إيه وقع الاختيار على مصر لتنظيم هذه الاحتفالية العالمية. الحقيقة يعني أنا أول قبل ما ابتدي الحديث بتاعي أنا بوجه خالص الشكر والتقدير لمعالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للرياضة والرياضيين، وده أدى الدفعة كبيرة قوي الحقيقة لكل الأجهزة المعنية أنها تهتم بهذا الحدث. صحيح. إحنا بقالنا أكتر من سنة معنا دكتور أشرف صبحي، برضو داعم كبير وزير الشباب والرياضة، أستاذ الدكتور أشرف صبحي، وهو زميل عزيز يعني بعتز بيه جدا جدا جدا، داعم لينا على المستوى الشخصي وداعم لكل الاتحادات الرياضية الحقيقة، يعني لا يبذل يعني يبذل أقصى قصارى جهده أنه يعمل أي حاجة للرياضة والرياضيين، ما بيتأخرش عن أي اتحاد في أي دعم. وبرضو اللجنة الأولمبية داعمة رئيسية لاتحاد الجمباز وجميع الاتحادات الرياضية المعنية، لأن هي اللجنة الأولمبية بترأس هذه الاتحادات الرياضية. تمام. إحنا الحقيقة بقالنا من ساعة كوفيد-19 وكل الدول بتأجل كاسات العالم عندها. صحيح. كان في أكتر من دولة فيها كاسات عالم مؤهلة للأولمبيكس، والحقيقة كلها لغت واتبعت لنا هذا الإلغاء. وكلها دول تقيلة، من بعض دول عظمى كتيرة كمان. جدا طبعا يعني عندهم طبعا كل القدرات والإمكانيات، كل الدول متخوفة من بعد يعني كوفيد-19 طبعا. كل الدول متخوفة، حتى اليابان المستضيفة للأولمبياد طوكيو. صحيح. لغاية دلوقتي لسه في هي كلام لسه في كلام. صحيح. وما جاش يعني أبروفل إن هي هتعمل البطولة. واحنا بنتكلم على مين؟ على اليابان. اليابان بالظبط كده. صحيح. بالظبط كده. فالحقيقة معانا دكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وهو شاب من أبنائنا بس طاقة متفجرة وربنا يديله الصحة، اهتم جدا بهذا الحدث إن هو يستضيف أولا البطولة الأفريقية، لأن جنوب أفريقيا بعتت قالت إنها هتستضيف البطولة الأفريقية ورجعت عملت إلغاء،
فدي كانت بالنسبة لنا كارثة كبيرة جدا، لأن هذه البطولة مؤهلة للترامبولين وللجمباز الفني بنين وبنات. لازم هيتأهل لاعب ولاعبة من عندنا أو من أفريقيا بصفة عامة، وفي الترامبولين لاعب ولاعبة، وبذل أقصى قذارة جهد أنه هو يستضيف البطولة الأفريقية، وكلها كانت على بدعم مادي مننا. إحنا هنستقبل الوفود، مش هيدفعوا أي حاجة. كلهم رفضوا أنه هم يستضيفوا بعد ما بعتوا معادها 22 مايو 2021، بعتوا إلغاء ساوث أفريكا. والدكتور إيهاب الحقيقة نجح في أنه يعمل مؤتمر على زوم الاتحاد الأفريقي، ونجح أنه هو يستضيف البطولة الأفريقية، والحمد لله تأهل من عندنا اللاعب عمر العربي لطوكيو 2021. جميل. واللاعبة مندي، اللاعبة مندي وتأهلت لاعبة مندي متأهلة من كاسات العالم، لاعبة صغيرة لاعبة المنتخب زينة إبراهيم اتأهلت في الأفريقية. حلو. وتأهل لاعب في الترامبولين اللاعب سيف آسر لاعب منتخب مصر، واللاعبة ملك أحمد من لاعبة منتخب مصر. ودي جميل. كانت فرحة الحقيقة يعني بالنسبة لنا بالضبط كده. بالضبط كده. ونجحت البطولة الأفريقية الحمد لله البطولة الأفريقية، وكان التوقيت الحقيقة بين البطولة الأفريقية وبين كاس العالم مش كتير. يعني احنا لعبنا البطولة الأفريقية كانت 26 و27 مايو، ودخلنا على كاس العالم 1 يونيو، كان الافتتاح 3 يونيو. وتقدمتوا بالملف قبلها بقد ايه يا دكتور؟ بقاله سنة الدكتور إيهاب مقدم الملف بتاع الجمباز ان احنا نستضيف كاس العالم. كاس العالم هو يعني كان لما رئيس الاتحاد الدولي موريا واتانابي، هو ياباني، جه في البطولة الأفريقية من سنتين عندنا، الحقيقة كان يعني مبهور بالإجراءات اللي عملاها مصر، وده كان قبل كوفيد 19. وكان بيفكر الاتحاد الدولي كله فكر، ونجح الدكتور إيهاب الحقيقة ان هو يقدر يستضيف البطولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية والناس اللي عندنا في الاتحاد الدولي، بعض الناس اللي داعمة لينا في الاتحاد الدولي. وبرضو أكيد نجاح مصر الفترة اللي قبلها في تنظيم بطولات ومسابقات عالمية في الوقت اللي كل الدول فيه عاملة فيها مش واخدة بالها، ما هي طبعا كانت بطولة الهاندبول دي كانت برضو داعمة كبيرة ان احنا نقدر ان احنا نستضيف كاس العالم، وكان حلم بالنسبة لنا. والحقيقة بفضل رئيس الاتحاد ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية وفخامة الرئيس الداعم الأساسي اللي مدينا، يعني ربنا يحفظه للمصريين، بنحبك يا رئيس، كلنا بنحبك يا رئيس حقيقة. يعني احنا بنتكلم على 300 لاعب ولاعبة من 16 دولة مختلفة، الأرقام دي صحيحة ولا أنا بقول أي هفلطة ولا لا؟ إيه؟ هو صح كده؟ لا، الأرقام أقل شوية لأن في بعض الدول اعتذرت الحقيقة، بس هما 16 دولة، 4 دول عربية وبقية الدول الدول الاجنبيه. كان في اوكرانيا، في المجر، في رومانيا، في صربيا، في قبرص، في جنوب افريقيا، في اذربيجان، في ليتوانيا. من الدول العربيه كان سوريا والمغرب ومصر، وسوريا والمغرب ومصر والاردن. يعني بنتكلم في وفود قادمه من 16 دوله من حول العالم جايين على مصر. استعدتوا ازاي برضو؟ لان ده برضو عدد ومحتاج يعني تنظيم. الحقيقه يعني هو مجهود شخصي من دكتور ايهاب كرئيس اتحاد، يعني هو دينامو متحرك ومعاه اعضاء مجلس الاداره الحقيقه، يعني هو في كل حته كان متحرك عشان الافتتاح، ويعني كان يعني مش قادر اقول لك كلنا خايفين. هل جم مندوبين من الاتحاد الدولي للجمباز يبصوا بصه كده يطمنوا على الاجراءات؟ طبعا عندنا مندوبين طبعا من الاتحاد الدولي ومن الناس اللي بتفرش الصاله، جيمنوفا بعتت الناس اللي عندها عشان يعينوا الاجهزه والابسطه ويشوفوا. بس احنا جربنا الاجهزه والحاجات دي في البطوله الافريقيه قبل ما يعني كنا متودكين يعني فيها. يعني طب وبرده مساله يعني فوز ابطال وبطلات من مصر ب ميداليات ذهبيه، بنتكلم على نانسي طمان وبنتكلم على علي زهران. علي زهران دي مش اول مره ياخد في كاس عالم حقيقه. يعني خد في فرنسا قبل كده كاس عالم، خد بطوله، خد ميداليه ذهبيه. و يعني نانسي كانت خدت في بحر المتوسط ميداليه ذهبيه،
بس دي أول مرة في تاريخ الجمباز المصري إنه ياخد بالنسبة للسيدات ميدالية ذهبية في بطولة كأس عالم. طب احنا حلوين اهو يا دكتورة وعندنا أبطال وبطلات، مصر فين بقى على مستوى العالم في الرياضة دي بالتحديد؟ يعني بص، هو طبعا يعني مش عايز أقول لك دي لعبة يعني دقيقة جدا، لأن إصاباتها برضو أكيد جامدة جدا. احنا طبعاً عندنا اللاعب المؤهل للأولمبياد، وهو يعني أنت ممكن تبقى يعني عندك دعم اللاعب وهو بيشتغل على الجهاز ممكن تجيله إصابة. هو اللاعب هو بيعمل لاندنج، بس ده بيحصل على مستوى العالم، ما هو على مستوى يعني العالم وارد في كل الأحوال. لكن ليه برضو هنقول إن إحنا مش في مصاف الدول المتقدمة في الرياضة دي عالميا؟ يعني بالرغم ان احنا عندنا كل الامكانيات بيتم يعني توفيرها، كل العقبات بيتم تذليلها. والله يعني ابتدينا اهو نخطو ونقرب من العالميه في مصاف الدول، وبنتعشم خير ان احنا نبقى في مصاف الدول بالنسبه لرياضه الجمباز. طبعا هي لعبه بتستهلك يعني العديد من الساعات تدريب في طبعاً اليوم طبعاً، صبح وبعد الظهر. ويعني بعض الابطال يمكن بيبقوا عايزين يخشوا كليات معينه بتتاجل، ومع النظام التعليم الموجود بقى يعني دي سياسة ما نقدرش نتكلم فيها، لأن نظام التعليم مع النظام الرياضي أنت بتقتطع يعني فترة كبيرة جدا من 24 ساعة في التدريب بالنسبة لرياضة الجمباز. لعبة فردية ولعبة صعبة أكيد، ولعبة على أجهزة ولعبة يعني مرغوب فيها جدا من قبل كتير من أولياء الأمور اللي عندهم أنت لما بتتفرج على يعني إحنا الاتحاد ده لما بدأنا انا كنت عضو مجلس اداره سابق في اتحاد الجمباز برضو، لان انا كبيره من الصغيره، وكنت عضو مجلس اداره في اتحاد الجودو. ربنا يخليك ربنا يخليك. بس الحقيقه كان عندنا مثلا 3000 لاعب ولاعبه في الجمباز، يعني مش عايزه اقول لحضرتك انهم في خلال المجلس ده من بعد ما مسك اكاديميات وانديه فوق عن 25000 لاعب ولاعبه. ما انا كنت بقول لحضرتك دايما الجمباز بيكون هو الاختيار الاول لكتير جدا من الاباء والامهات اللي عندهم اطفال صغيرين عايزين يخلوهم يبتدوا يمارسوا رياضه، لان طبعا من زمان كلنا عارفين ان الجمباز بيأسس الجسم كويس، ويعني ليه انعكاسات ايجابيه كتير. السن الامثل للطفل او الطفله عشان يبتدوا يمارسوا رياضه الجمباز من وجهه نظر حضرتك؟ 5 سنين. من خمس سنين. هي طبعا يعني هي رياضة الجمباز قاعدة أساسية لأي رياضة أنت تقدر صحيح تمارسها بعد كده. صحيح. يعني حتى الولاد لو بطلوا في سن صغير لما بيروح أي رياضة تانية بيبقى متميز فيها طبعا. لأن هي بتديله يعني فيزيكال فيتنس كويسة طبعا. وبتديله مرونات وبتديله حاجات كتير وقوة عضلية وتحمل عضلي، دي عناصر لياقة بدنية كلها بتساعد لاعب الجمباز، دي اساسيه لازم تبقى في لاعب الجمباز. فده بيبقى بذل اي رياضه يروحها بعد كده بعد ما يبطل الجمباز. هي النقطه دي عشان مهمه، بس قلنا نختم بيها مع حضرتك اللقاء اللي الوقت فيه جري بسرعه البرق. ميرسي جدا حضرتك، نورتينا وشرفتينا وموفقين دايما في كل اللي جاي ان شاء الله. شكرا وميرسي جدا. ومره ثانيه مليون مبروك التنظيم الهائل، ربنا يبارك في حضرتك ومبروك لمصر كلها أكيد. لان ده وبنهدي الانجاز بتاع اتحاد الجمباز لفخامة رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وللجنة الأولمبية المصرية، كل الأجهزة الداعمة لينا في الرياضات المختلفة. مليون مبروك يا دكتورة، حضرتك شرفتينا وبشكرك على وجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا. وطبعا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مرة تانية نكمل مع حضراتكم بقية فقرات. اتفضل.